نيدل. امال يا مستر انت هتتكلم عن ايه؟ احنا هنتكلم عن فكره واحده بس النهارده، اللي هي هاو تو فايند ذا مين ايديا، ازاي انك تلاقي الفكره الرئيسيه للقطعه. في نهايه المحاضره اللي قبل دي على طول برضه كان المجموعه الثانيه زمايلكم، كان في نقاش صحي حصل او جدل حصل على فكره بتاعت قطعه. كنت مبسوط ان هو حصل ليه؟ لان ده بين قد ايه ان احنا ممكن من خلال النقاش نستفيد بحاجات كتير جدا، وكمان في بعض التعليقات اللي انتوا بتقولوها بتخلينا نتناول الموضوع بشكل مختلف، بتخلينا انا كمعلم اعبر عن الموضوع بشكل مختلف عن اللي انا محضره، تمام، بشكل مختلف يتوافق مع الطريقه اللي الموضوع وصل لكم بيها دايما وابدا. ودي برضه على فكره لا تخرج عن النطاق اللي احنا بنتكلم فيه. انا يعني انا بتكلم معاكم ليه؟ عشان اوصلكم معلومه، فوارد وانا بحاول اوصلكم معلومه بشكل انتوا تستقبلوها بشكل تاني. فلما بدي فرصه في وقت معين للنقاش، النقاش ده اللي بياكد لنا بقى ان كل واحد واخد المعلومه بشكل صحيح، يعني بشكل صحيح، بالتالي بيبقى فيه دقه في الفكره اللي انا عايز اوصلها. اوكي دلوقتي في فاطمه حاضره معانا بس بتقول يا ربي عايزه دعوه. طب بس هي فاطمه مشيت. اوكي اديني لحظه واحده بس. مستر ايوه انا لسه بس داخله المحاضره، انا اسفه جدا كان عندي درس ولسه داخله، فانا مش عارفه حضرتك بتتكلم على ايه. هو من حسن حظك بقى ان احنا لسه بادئين برضه، احنا اتاخرنا بسبب حاجه معينه فلسه ما قلناش حاجه يعني. anyway نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ازاي ان انا الاقي الفكره الرئيسيه للقطعه؟ اولا عشان الاقي الفكره الرئيسيه للقطعه لازم افهم الاول هي ايه الفكره الرئيسيه للقطعه، هو يعني ايه الفكره الرئيسيه للقطعه. الفكره الرئيسيه للقطعه هي الاثرز مسج اباوت ذا توبك، هي رساله الكاتب عن الموضوع. بقدر اعبر عن الفكره الرئيسيه للقطعه دي سواء بشكل مباشر directly او بشكل ضمني. من ضمن الحاجات اللي انت لازم تعرفها، من ضمن الافعال اللي هتحتك بيها في الريدنج بعد كده، كلمه امبلايد دي معناها ضمني او مستنتج او مدلول، جاي من الفعل امبلاي معناها يدل او يشير كده. طب يا مستر انا هلاقي الفكره الرئيسيه بتاعت القطعه ديت فين؟ قال لي والله من السهل، انا عندي نوعين من الافكار الرئيسيه. في فكره رئيسيه ستيتد، يعني ايه يا مستر فكره رئيسيه ستيتد؟ ستيتد دي يعني واضحه وصريحه ومكتوبه وبشكل مباشر، ودي في الغالب بتبقى موجوده في بدايه الفقر او في بدايه القطعه، لان الجمله الاولى من الموضوع غالبا ما تطرح او ما تناقش الموضوع اللي انت هتناقشه بعد كده وتديله تفاصيل. هديكم امانه دقيقه تقراوا الريدنج ديت وتطلعوا لي الفكره الرئيسيه للقطعه. واللي يعرف يرفع ايده، مفيش كلام من غير رفع ايد. رائع، اتفضلي يا رائع. أنا بقول the history of bank notes. طيب هناء نفس القصة؟ اه إيمان نفس القصة؟
ايوه يا مستر، اوكي، هو بعد اذنك بالفعل مستر، انا نفس الفكرة. القصة دي. ماشي ماشي يا أمام، يا دكتورة مستر أمام، إن شاء الله. مستر، أيوه هو انا ينفع بس اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. هي مش القطعة دي في كتاب الورك بوك بتاع سنة تالتة السنة اللي فاتت؟ بتاع التالتة ثانوي. اه أيوه أيوه هي وكمان موجودة. يا مستر حضرتك حطيتها في الامتحان اللي انت اه عطيته كانت لنا. في الامتحان. ايوه، ما هو بصوا، ما هو انا كل القطع اللي موجوده في الملف ده جايه من كتاب ثالثه ثانوي. وش كده ليه بقى تحديدا؟ لان كتاب ثالثه ثانوي هو الحد الاقصى في المستوى. يعني ايه هو الحد الاقصى في المستوى؟ يعني هو ما فيش مستوى اكتر من كده لوضع اسئله. anyway، ليه بقى الفكرة الرئيسية هنا هي the history of banknotes؟ مش لأن إحنا جربنا وحلناها في امتحان قبل كده، بل لأن هي لها علاقة بالجزئية اللي أنا لسه قايلها، إن دي فكرة stated موجودة في أول فقرة اللي هو use banknotes. الفكرة الرئيسية للقطعة دي بقى دايما وأبدا بتلاقي ليها بيلرز، بتلاقي لها دعامات، دعناء، دعامات ساندة بتسند الفكرة اللي انت عايز تعبر عنها. فين الدعامات السانده دي؟ ما هو قال لك خلاص اهو، اتكلمنا عن البانك نوتس. بعد كده قال لك ما البيبر بانك نوتس قبل ما هي بيتم اختراعها، الصينيين كانوا بيشتروا العملات المعدنيه بس كانت تقيله وكلام من دوت، فقاموا جايين استخدموها على بيس اوف بيبر. وبعد كده بدا يقول لي ان في اوروبا استخدموا البيبر بانك نوتس. عايز تقول ايه يا مستر؟ الفكرة الرئيسية للقطعة يجب أن تعبر عن كامل القطعة وليس جزءا منها. الفكرة الرئيسية للقطعة لو كانت stated، يعني لو كانت مذكورة بشكل مباشر، بتلاقيها متكررة في أنحاء كتير في القطعة. زي ما هنا use paper bank notes, paper bank notes, piece of paper to use paper bank notes. فاكيد انا بيتكلمنا عن التاريخ، بيقول لي الصينيين هم اللي اخترعوا، وبعد كده التجار عملوا كذا، وبعد كده الناس في اوروبا عملوا كذا، وبعد كده كذا. يبقى اذا فكره رئيسيه للقطعه ممكن تبقى موجوده في الفقره الافتتاحيه في اول سطر تحديدا، او في اول سطرين، او في اول 3 سطور. لما بنيجي كده بنطلع على المراجع الخاصه بالنقاط دي تحديدا، وانا هاطلعكم على بعضها، بيقول لك ان الفكره الرئيسيه للقطعه الاستيتد المذكوره ممكن تلاقيها في الثلث الاول من الباسج. ايه الثلث الاول؟ ثلث القطعه الاول. لو انا لو القطعه 3 فقرات بتلاقيها في اول فقره مثلا، وبعد كده بتلاقي لها دعامات سانده وهي التكرار، تكرار التعبير عن الفكره. اوكي، بس الاساس ان هي بتبقى موجوده في الثلث الاول زي ما طلعت. ماشي، كمان ممكن الفكرة الرئيسية للقطعة تبقى موجودة في الفقرة الختامية للموضوع، في آخر الموضوع. يعني هسيبكم برضو دقيقة وتطلعوا لي الفكرة الرئيسية للقطعة. اتفضلي يا فاطمة.
هو انا كده صوت بقول مشترك، انا قلت صوت مريض. فاطمه ماشي في طلاق. شوفي عندنا اثنين فاطمه، هسمع منك يا فاطمه يا محمد، فاطمه ابراهيم وبعد كده فاطمه محمد، هناخد اللي عايز يقول حاجه خليه يقولها. اتفضلي يا فاطمه. فاطمه هو انا محمد قولي يا فاطمه يا محمد ما دام اتكلمت الاول، قولي يا فاطمه. ها بصراحة مش متأكدة أوي، بس هتبقى سي. فاطمه بتقول سي. طب فاطمه محسن. وانا زيها برضه، بس طيب هناء. في برضو طب طه. طيب انا قرأت الفقرة الأخيرة، بس هو بتقول يعني هي تحب عملها بس هو مشغول يعني دايما، فسي برضو. سارة. طيب سي برضه. ايه مستر وانا معلش كمان انا ما نفس عنديش الكلام. بس برضه كتير. مستر انا مش عندي رسهن طب وقع قولي معايا. طب قولي يا قولي يا يمنى. قولي يا يمنى. ايوه تمام يا مستر، لما قرأت فوق كانت ان هي اللي هي سي برضو، لان هي متعبة ومحتاجة شغل كتير، فهي تبقى مشغولة، لكن فوق هي برضو بتعلمه عن التكنولوجيا وكده، فهتبقى اكسايتنج. ده اللي انا قرأته. اوكي هو بالطبع اجابتكم صح باي ذا واي، اللي هي سي، اي مشكله على الاطلاق. طبعا الفكره الرئيسيه هنا موجوده في الجمله الختاميه اللي هي فين؟ The job is very tiring وانا ما عنديش روتين بس انا بستمتع. طيب هنا اي الفكرة الرئيسية موجودة في الفكرة الختامية، بس الفكرة دي لها علاقة بإشارة ضمنية أخرى هنجيلها بعد كده. إيه الإشارة الضمنية؟ إن هو ما قاليش إن الوظيفة بيزي بشكل واضح، ما قاليش إن هي إكسايتن بشكل واضح، بس قالي في النص كده إن كل يوم مختلف، بيقابل سيدة أعمال من اليابان، بيزور فندق في القاهرة، عنده اجتماع في دمياط، بيصحى بدري. في الفقرة تحت اللي احنا معلمين عليها كده هتلاقي ان هو بيقابل ناس مشاهير، بيحاول سياسي، بيحاول رجل رياضي. فإذا في ازدحام هنا يبقى انا طلعت الخلاصة بتاعت الفكرة الرئيسية اي من الفقرة الختامية، بس في بيلرز، في دعامات ساندة. طب هي منين اكسايتنج؟ هو معلش هو اي ما قاليش نام مثيرة، بس بقول لك I'm enjoying، انا بستمتع. واحد بيقابل مرة سياسي، وواحد بيقابل مرة راجل لاعب كورة، واحد مرة بيقابل سيدة اعمال، ورايح من هنا ورايح من هنا، فاكيد في اكسايتمنت، اكيد في اثارة. فاذا الفكرة الرئيسية ممكن تبقى موجودة في الفقرة الختامية، بس هناك دعامات ساندة في كل أنواع الأفكار الرئيسية في حاجة مهمة يجب أن تكون في ذهننا، وهي العموم والشمول. يجب أن تعبر الفكرة الرئيسية عن كامل الباسج، عن كامل القطعة وليس جزءا منها. وده مش متوافر في ان وظيفة منير مملة، لان ده عكس القطع، ان منير ما بيحبش وظيفته الجديدة باي ذا واي، لان هو واضح ان هو بيحبها من خلال كل الكلام اللي احنا قلناه. ان منير عايز اجر زيادة، هذا لم يتم التطرق له في الباسج باي ذا واي. فاذا هي الفكرة الرئيسية ان وظيفة منير اي بيزي مزدحمة ولكنها مثيرة. أنا هنا مش هدفي إطلاقًا إن أنا أحل السؤال. مش هدفي إطلاقًا إن أنا أقول لك أقول الفكرة الرئيسية ده وظيفة منير مزدحمة ولكن مثيرة. أنا بعلمك طريقة تفكير لما هو قادم، أنا إزاي بستنتج الفكرة الرئيسية. يعني أنا لو كان جايبها لي في شكل سؤال كنت أنا هكتب إيه؟ مش هيبقى في اختيارات بقى.
يبقى الفكرة الرئيسية عندي دلالات وإشارات ضمنية تعبر عن هذه الفكرة. قد تكون الفكرة الرئيسية في أول الباسج، قد تكون في النهاية. أوكي، دي الطريقة التانية. الطريقة التالتة بقى، مش شرط إن الفكرة الرئيسية للقطعة تبقى واضحة ومباشرة وصريحة. لا مش شرط. أنت بيبقى في عندك نوع من أنواع الأفكار الرئيسية بيبقى صعب جدا، صعب جدا إنك تستنتجه وبيعمل جدل. ليه؟ لو كانت الفكرة الرئيسية مشار إليها. يعني إيه مشار إليها؟ يعني inferred. فكرة رئيسية ضمنية. implied، عندك ثلاث كلمات تبقى أنت عارفهم. stated اللي في أول سطر اللي معناها مقررة يعني موجودة. inferred اللي في ثاني سطر معناها مستنتجة. implied اللي في ثالث سطر معناها ضمني أو ضمنية. وهتحتك بهم في القطعة. يعني ايه؟ يعني انا هحكي لك موقف وفي الاخر اقول لك ايه ده؟ ماشي في الشارع مع واحد صاحبك، فجأة سمع صوت احتكاك عربية او احتكاك اطار عربية بالارض، الصوت الشهير ده، ازاز بيتكسر، اصطدام. ايه ده؟ ايه؟ حادث اكسيدنت. اوكي، هل انت شفتيها يا ماما؟ اكيد لا، بس في دلائل دلت على ان الله ينور يعني انت قصدت بقى، انا كنت عايز اسمع دي بقى اللي هي ايه؟ رغم بساطة اللي انا بقوله لانه هو معبر عن جوهر الموضوع اللي انا بتكلم فيه. انت ما شفتش حاجة، بس انت سامع صوت تزييك ولا صوت اطار محتك بالارض، صوت ازاز بيتكسر، صوت اصطدام، اكيد حادثه. لما باجي بختار فكره رئيسيه مستنتجه، مش شرط اطلاقا ان الفكره دي بتبقى صحيحه 100%. يعني ايه؟ يعني من الاخر في احتمال ولو ضعيف، في احتمال ولو ضعيف ان يبقى في واحد ماشي بعربيه ومشغل كاسيت فيه الصوت ده، صح ولا انا غلطان؟ في صوت تزييق مع صوت كسر ازاز مع صوت اصطدام، وارد. بس انا ما ينفعش تبقى وجهه نظري للاحتمال الاضعف، لا، انا بتبقى وجهه نظري في اختيار القطعه اللي رساله الكاتب عن الموضوع للاحتمال الاقوى، للاحتمال اللوجيكال، للاحتمال المنطقي. هذا مهم جدا. حلو. كمان ممكن يبقى فيه several sentences، جمل متعددة ممكن تدل على الفكرة الرئيسية للقطعة، وده بأنها بتوفر حقائق عن الموضوع قبل البدء في هذا الموضوع. الأفكار الرئيسية ممكن تبقى عبارة عن الأفكار الرئيسية الضمنية اللي هو مش هيقول لك الفكرة الرئيسية كذا، أو مش هيقول لك أنا بتكلم عن كذا، اللي هو هيديك دلائل. الدلائل دي ممكن تبقى حقائق، ممكن تبقى أسباب، ممكن تبقى أمثلة بتديك تلميحات أو اقتراحات بخصوص الفكرة الرئيسية. الأمثلة أو التلميحات أو الاقتراحات دي اللي هتوديك في النهاية للفكرة المختارة. اوكي، هسيبكم دقيقتين تقرأوا النص ده وتطلعوا لي الفكرة الرئيسية. مستر معلش، هو انا الشير واقف عندي يعني شوية. هيشتغل عندك، اول ما اشتغل عندك قولي لي.
تمام، اشتغل يا مستر. أوكي. وين السيد؟ هي هتبقى little b، هتبقى قصدي b سوري، صح؟ وين بتقول little b؟ طب فاطمة محسن، b برضه، طب طه، b برضه، طب سارة، b. طيب صوفيا، بي يا مستر. طب هناء، لتر بي، هي انا شايفه ان هي العموم والاشم لتر بي. طب بهاء، لتر بي طب مي، انا شايفه برضو اللي هي لتر بي عشان بتشمل العموم والشمول. طب يا جماعة يعني القطعة بتتكلم عن ثلاث نماذج، واضح إنهم ناجحين يعني إزاي مش women were usually successful in the past، يعني إزاي؟ لأن هي في كلمة بس دي هي اللي حددت يعني الماضي، هو قصده ممكن هي طب ما هو نساء مش ما نزلت هو إلى الآن. الثلاث نماذج يا أمامة كانوا في الماضي، ما يعني هو الثلاث المغزى الضمني مش في الماضي، هو المغزى الضمني إن في نساء عظيمة. طب ما حدش شايف ان هي سي اللي هي women were usually successful in the past. ما هو ممكن لا بصراحة مستر مش عارفة ليش شايفاها دي. أنا كنت شايفاها سي بصراحة. مين اللي شايفها سي؟ أنا أيه أيه شايفها سي. تمام مستر، يا ما تنفعش دي، لو أنت ممكن تثق في المرأة إن هي حكمت وكده فتقدر تعمل كذا حاجة، فكده تقدر تثق فيها كده. يعني انت قلت تقدر تعمل كذا حاجة، ما لو تقدر تعمل كذا حاجة بقى تبقى مش دي، تبقى بي، صح؟ يعني هي لو تقدر تعمل كذا حاجة. مستر أيوة هو ممكن بي كمان، علشان هي يعني لغاية دلوقتي يعني هي كانت عظيمة في الماضي قبل كده، ولغاية دلوقتي هي يعني بتعمل أشياء عظيمة. يعني انت قصدك ان السي دي بتقول ان هي كانت ناجحه في الماضي بس يعني، وبالتالي هي دلوقتي مش ناجحه. يا مستر، هو احنا كمان ممكن نقوله اللي هي نمبر بي، لأن هو كان في الآخر بيقول she was also a wife and the mother، يعني هي كانت يعني بيشمل إنها ممكن تكون أم، ممكن تكون زوجة، ممكن تكون حاكمة، فيعني هي شيء عظيم، تقدر تقوم بقى بأشياء عظيمة مش شرط في طب معناه المدرسة. ان هي ناجحه؟ هي ناجحة، بس هو بيتكلم يعني علميا أو عموما عن ثلاث نماذج من السيدات، فهو بيتكلم عن المرأة بشكل عام عن إنجازاتها. هو يا مستر ما الفكرة الرئيسية اللي هو في اللي هنا في القطعة ما جابش سيرة الماضي كذا كذا مرة، بس هو في الثلاث قطع اتكلم على ان هي الحاجات اللي بتعملها والوظائف اللي بتقوم بيها. يا كلمة يا مستر in the past دي لو اتشالت ممكن تبقى جملة صح، وهو وضح تقديرات وأفعال المرأة العظيمة، وحكاية دي إنك تثق فيها ما تكلمش عنها أو ما كانش بيشاور عليها أكتر يعني. طب مستر حلو، خليني اقول مين؟ أنا عايزة أقول رأيي. قولي. أنا من رأيي مثلا اللي هو لما جه بدأ قال إن ماي بروجكت اللي هو بيتكلم على مشروعه، فهو كده بيأكد لي حاجة صغيرة إن هو هيتكلم عن إنجازات المرأة عموما، هي دلوقتي أو في الحاضر أو في الماضي أيا كان، فهو عايز يثبت بس اللي إن في الماضي أو في الحاضر هي تقدر تعمل الحاجات الإنجازات دي، فهي أنسب اختيار كفهم وكمضمونا للاختيار من أيديا تبقى بيه. أنا شايفة كده يعني.
هو anyway عامة يعني انتوا اجابتكم صح، معظم تبريراتكم صح اللي هي letter B، بس خليني أأكد لأن ناس كتير ممكن تختارها C. خليني أأكد هي ليه B بغض النظر عن التبريرات اللي هي جت في دماغكم. خليني أأكد إن في إشارات، المبدأ العام بس اللي أنا قلت عليه في الباسج بشكل عام، إن الباسج أو الفكرة الرئيسية للقطعة يجب أن تعبر عن كامل القطعة وليس عن جزءا منها. لازم إن القطعة الرئيسية، لازم إن الفكرة الرئيسية للقطعة تعبر عن كامل القطعة وليس عن جزءا منها فقط. نقول ليه الأول هي مش سي وبعد كده نقول اللي هي ليه بي. أولا في حد فيكم قال، صوفيا تحديدا قالت يا مستر هو بيقول النساء كانت ناجحة في الماضي، فمعنى كده هو يقصد النساء مش ناجحة دلوقتي؟ أكيد الكاتب لا يقصد هذا المغزى إطلاقا. يعني هو أكيد الكاتب ما يقصدش المغزى ده إطلاقا، إن الست كانت ناجحة في الماضي ومش ناجحة دلوقتي؟ لا. طب أنت جبت منين يا مستر مش ناجحة دلوقتي؟ ما أنا عندي where usually، where usually دي يعني بتعبر عن عادة في الماضي، العادة في الماضي يعني مش موجودة دلوقتي. يعني معنى were usually successful كانوا ناجحين في الماضي ومش ناجحين دلوقتي. أكيد الكاتب لا يقصد ذلك على الإطلاق. دي نقطة. النقطة الثانية، أي نعم الستات دي كانت ناجحة بس مش ده المغزى. ليه؟ لأن معنى إن هو بيقول إن الستات دي كانت ناجحة، طب ما هو جايز تبقى ناجحة بس ما تبقاش تبقى حاكمة، جايز تبقى ناجحة بس ما تشنش حرب زي حتشبسوت، حتشبسوت، جايز تبقى ناجحة بس ما تعرفش تعمل نظام تعليمي زي ووزاتشيان، جايز تبقى ناجحة بس ما تعرفش إنها تسن قوانين تمنع العبيد زي كوين فيكتوريا. فإذا هنا النجاح جزء مش كل، ما بيعبرش عن كل القطعة. النجاح هنا جزئي وليس كلي، يعني معبر عن جزء فقط من القطعة وليس عن كاملها. طيب نيجي نقول بقى هي ليه women can do great things، هي ليه الستات تستطيع أن تقوم بأفعالا مذهلة. نمبر 1، لما جاء اتكلمنا عن حتشبسوت قال لي والله ان هي حكمت مصر اكتر من اي واحده تانية. قال لي ان الست دي بنت ابنيه كبيره، يعني كبيره يعني ست وبنت تعمل حاجه عظيمه، ست وبدات تجاره مع دول جديده حاجه عظيمه، ست وفازت في حروب حاجه عظيمه. يبقى الست دي اشياء عظيمه قامت المراه بها. اوكي، فكل دي اشارات ضمنيه بتقول لي ان هي ست بس قدرت تعمل حاجات عظيمه كتير. الفقرة الثانية، وزاتشن اتعلمت تعليم جاي، ماشي كويس مش مشكلة، كانت أول حاكمة للصين، شيء عظيم، ساعدت في تطوير نظام التعليم، شيء أعظم، ساعدت في تطوير الزراعة، وفرت أكل، كل دي أشياء عظيمة، أبقى ظلمتها لو عبرت إن هي ناجحة بس، يبقى معنى كده أنا ظلمتها لو أنا قلت إن هي بس ناجحة. اوكي، يبقى دي مش فكره رئيسيه ان هي ناكل. فيكتوريا قال لي والله كانت ملكه محترمه لمده 63 سنه، عندها 9 اطفال، كانت زوجه وكانت ام، شيء عظيم معناها حاكمه، واصدرت قانون بيمنع استخدام العبيد، شيء عظيم، كانت مسؤوله عن تقليل عدد ساعات العمل، شيء عظيم. فمن كل الاشارات الضمنيه دي في inference، inference يعني استدلال، استدلال ايه؟ ان الست يمكنها بالفعل عمل اشياء عظيمه. من اهم الحاجات اللي انت تقدر تحدد بيها ان كنت انت اخترت القطعه او العنوان الملائم للقطعه بشكل ملائم ولا لا، انك تسال نفسك في كل قطعه من اجزاء القطعه، هل القطعة دي بتحقق أو هل الفقرة دي بتحقق العنوان اللي أنت اخترته ولا لأ؟ يعني أنا لو قلت بناءً على الفقرة الأولى، هل يمكن للمرأة أن تقوم بعمل أشياء عظيمة؟ نعم أم لا؟ نعم. الفقرة الثانية، هل يمكن للمرأة عمل أشياء عظيمة؟ نعم. الفقرة الثالثة هكذا.
يبقى اذا كل لما تيجي تسال عن الفكره الرئيسيه تلاقي ان المعلومات بتوديك ليها، يبقى انت كده اخترت صح. وهو ده اللي موجود في ليتر بي. تعالى نروح بقى مستر دلوقتي. يعني كده letter C تنفع تنفع اسمه ايه ده للفقرة الأولانية، إنما letter B تنفع للفقرات كلها. ليتر بي انت بتقول ليتر سي تدفع ليه؟ للفقرة الأولى في الفقرة الأولى إن أنا أتكلم عن 3 ستات أقوياء في التاريخ. أولاً انا برضو اقصد يعني ان هقول هو لك يعني ممكن تنفع هي فقرة واحدة ما تنفعش الباقي الفقرات، انما ليتر بي تنفع العموم والشمول تنفع كله. ممكن، بس على فكره ساعتها مش هيجيب لك معاها بقى وومن كان دو جريت ثينجز، يعني ساعتها هيشيل دي برضه. ليه يا مان؟ ايوه الفكره في ايه؟ ان النجاح لا يعني العظمه، يعني كونك ناجحه مش معناها انك تعملي حاجات عظيمه. ممكن يبقى حد ناجح بس ما بيعملش حاجات عظيمه، انما الحاجات العظيمه دي بتيجي بايه؟ بتيجي من انجازات هو ذكرها، اوكي، تتعدى فكره النجاح اصلا. وصلت؟ ايوه وصلت. اوكي، طب خلوني بقى انا اشير لكم الملف اللي انا عايز اشيره. ثانية واحدة. مستر معلش، هو الفقرة هتيجي في الامتحان يعني اللي هو المجمع لينا؟ بتقول ايه؟ بقول هي الفقرة دي ممكن، الفقرة ممكن تيجي لنا ريدم باسج، ممكن تيجي في الامتحان، في الامتحان المجمع لينا. انا مش بقول يعني ممكن المفروض ما ناخدهاش، هتيجي هي في حاجة كويسة. انا حابة اتأكد انت يعني ان هي قصدك تيجي اللي ولا لا. مفهوم. لا ما هو معلش يا أمامة، في الامتحان المفترض تكون اطلعت عليه. الامتحان اللي نزلته الأمامة قبل سؤالين، الفكرة الرئيسية القطعة كانت إيه؟ وكانت حاجات شبه بعضها. السؤال الثاني، إيه أفضل تلخيص الفقرة دي؟ تمام. طلع الامتحان، وطبعا الامتحان قال لي يعلن عليه شغل، يعني اللي جاي وقته يعني. وصلت؟ تمام وصل. طيب يا مستر معلش انا هقول رايي، لما انا مثلا الريدم باسج كلها على بعضها لما بدي لما احلها الشير بروح اقرا الاسئله وبعد كده اروح اقرا الريدم باسج، ده غلط ولا صح؟ يا أمامة، احنا دلوقتي ماشي، انت ما تعملش حاجة غلط، بس اللي احنا بنتكلم عليه في القطعة دي اللي هي ايه؟ ان استخلص او اللي هي ايه؟ فك ان استنتج ازاي ان اقرا انا الاول اجيب الفقرة؟ ليه؟ لأن ده أكتر سؤال بيعمل جدل. فاهم؟ تمام؟ انت دي تمام نصيحتي ليكم، دي المحاضره الوحيده اللي انا بطلب منكم تسمعوها مره واثنين. المحاضره الوحيده اللي انا بطلب منكم انكم تسمعوها مره واثنين تاني لما تخلص ان شاء الله. How can I then أقدر أحدد if I have selected the correct main idea of a مستر ممكن paragraph؟ ثانية بس الشيء أحدد إزاي مش أعرف ظاهر. منين إن أنا لسه ما بانش. لا مش هاي باين. مستر سود الشاشة. انا هلغيه واشغله تاني، انا كده لغيته.
بين يا مستر. تمام كده اوكي. ازاي انا اقدر احدد ان كنت انا اخترت الفكره الرئيسيه للقطعه؟ هنا بقى بيقول لي if you are able، اكبر لكم بس الكلام شويه. If you are able to summarize the information in the passage in your own words، لو انت قادر ان انت تلخص المعلومات بتاعت القطعه بكلماتك، you have absorbed the correct main idea، يبقى انت ساعتها اذا تمتص بالفعل الفكره الرئيسيه. طب عشان احقق الهدف ده، خلي بالكم الخطوات دي مهمه، اللي انا بقوله ده مهم ولازم محتاج تدريب كتير مع نفسي، لازم اجيب قطعه واثنين وثلاثه واربعه واحل مع نفسي. نحاول الخطوات اللي هتيجي دي. write a short summary، وده ليه علاقه لما يجي يقول لك لخص، لخص الفقره او الجمله اللي بتعبر عن افضل تلخيص للفقره. write a short summary in your own words about what you have read، اكتب انت تلخيص صغير عن اللي انت قراته، ملخص للقطعه كلها. طيب هل السمر اللي انت كتبته ده بيتوافق مع الموضوع العام، بيتوافق مع القطعه؟ طب هل السمر ده في نفس الافكار اللي الكاتب معبر عنها؟ طب هل انت ممكن تكتب لي بقى هيد لاين كده، منشط رئيسي، تكتب لي فقره، مش فقره، جمله معينه تعبر عن السمر في اقل من 5 كلمات؟ لو انت كنت قادر انك تعيد صياغه اختيارك لجمله الموضوع بسؤال، تسأل نفسك سؤال خاص بالقطعة بتاعتك ده، وقدرت ترد عليه ولقيت اللي انت كاتبه بيدعم السؤال ده، يبقى انت نجحت في اختيار الفكرة الرئيسية. يعني ايه؟ اعمل لكم شير كمان. لما شير الورد يشتغل عندكم قولوا لي. اشتغل يا مستر. تمام اشتغل. اوكي. شايفين الكلام كويس يا اولاد؟ يعني موجود عندكم كده grasping the main idea؟ موجود يا مستر، واضحة. اوكي. وركزوا. طلب منكم التركيز. A paragraph is a group of sentences related to a particular topic. الفقرة هي عبارة عن مجموعة من الكلمات اللي لها علاقة بموضوع معين. Or central theme. موضوع مركزي، فكرة رئيسية. Every paragraph has a key concept or main idea. كل فقرة بيبقى ليها فكرة رئيسية. The main idea is the most important piece of information. الفكرة الرئيسية دي أهم فكرة، أهم معلومة. The author wants you to know about the concept of the paragraph. اللي الكاتب عايزك تعرفها عن مفهوم أو عن مبدأ الباراجراف، الفقرة دي. When authors write they have an idea in mind، لما الكاتب بيكتب بيبقى عنده فكره في دماغه. And they are trying to get across، بيحاولوا انهم يكتبوا. This is especially true، ده بيبقى صحيح. As authors compose paragraphs، هم بيركبوا الموضوع. طبعا الكاتب organizes each paragraph's main idea، بيحاول ان هو يرتب الفكره الرئيسيه لكل paragraph and supporting details، والحاجات الداعمه ليها. In support of the topic، في دعم الموضوع، or central theme، أو الفكرة الرئيسية. And each paragraph supports the paragraph preceding it، وكل
فكرة داعمة طبعا بتدعم الفقرة اللي تحتها أو الفقرة اللي بتسبقها. A writer will state his or her mind. الكاتب هيحاول إن هو يركز الفكرة الرئيسية somewhere in the paragraph، في مكان ما في الفقرة. الفكرة الرئيسية دي ممكن تبقى stated at the beginning، ممكن تبقى موجودة في الأول، in the middle، في النص، at the end، في النهاية. The sentence in which the main idea is stated is the topic sentence of the paragraph. الجملة بقى اللي موجود فيها الفكرة الرئيسية ديت اسمها topic sentence، اللي هي جملة الموضوع. The topic sentence announces a general theme. الفكرة الرئيسية دي بتعبر عن المفهوم العام. Portion of the theme. أهم جزء في الموضوع. To be dealt with. اللي أنت بتتعامل معاه في الفقرة. Although that topic sentence may appear anywhere. ممكن تبقى ظاهرة في أي حتة في الفقرة. It's usually first. في الغالب زي ما ولسه قدمت شوية هي في الأول. Or for a very good reason. بتبقى لسبب جيد جدا. The sentence provides the focus for the writer. بتركز على اللي الكاتب عايز يركز عليه while writing، هو بيكتب. And for the reader while reading، وللقارئ هو بيقرأ. فتبقى الفكرة الرئيسية دي بتركز على الفكرة اللي الكاتب عايز يوصلها للقارئ. When you find the topic sentence، لما انت تلاقي بقى topic sentence، الفكرة الرئيسية دي، be sure to underline it. لازم تعمل خط تحتها so that it will stand out not only now but also later when you review، عشان تبقى قصاد عينك، مش دلوقتي، لا كمان وانت بتراجع. والسؤال، مش كده قلت لكم ركزوا، ايه الفكره الرئيسيه في النص اللي احنا قراناه ده؟ اجيبه لكم تاني وفكروا مليا قبل ما حد يديني غلط. بس ممكن السؤال تاني؟ ايه الفكرة الرئيسية؟ اللي عارف ينفع ايده. طبعا انا مش هعطيك اختيارات، انا الماضي طالب منك تبذل مجهود وتقولها لي. هناخد كل اللي رافع ايديه. اتفضلي يا فاطمه. فاطمه محسن. انا قلت مثلا ايه ان هو في القطعه دي كان بيقول لنا ازاي اتاكد من اختياري للفكره الرئيسيه، تمام؟ فاللي هو بقى ايه، انا قلت ان هو ممكن how to make sure of your choice مثلا. تمام. ايه ممكن اقول يا مستر؟ اتفضلي. How to find the topic sentence. لا ده اسم الموضوع. How to find the topic sentence ده اسم الموضوع مش التفصيلة. يعني كويس اني قلت كده. في فرق ما بين اسم الموضوع وفي فرق ما بين الفكرة الرئيسية. يعني ايه يا أمامة؟ دلوقتي انت يا أمامة سمعتيني بتكلم في التليفون، فجبت سمعت أمامة، فعرفتي ان الموضوع عن مين؟ على أمامة. على أمامة. هتموتي انت بقى وتعرفي هما بيقولوا ايه عن أمامة. اللي هما بيقولوا عن أمامة ده بقى دي الفكرة الرئيسية. يا روان. طيب يا مستر معلش، هي احنا كانت في بخط عريض كده كلمة من فوق دي، مش هي تعتبر العنوان أو الفكرة الرئيسية؟ لا انا لسه قايل لك بقى يا امامه، يعني ما تخفليش الجمله اللي انا لسه قايلها لك، ما تخفلهاش خالص. بقول لك انت سمعتي عماد بيتكلم في التليفون، فكل شويه بقول امامه، امامه ده اسم الموضوع، دي امامه. طب هل انت تعرفي عماد بيقول ايه عن امامه؟ لا انا ما اتكلمش على كده يا مستر. لا ما هو، لا هو سؤالك معناه كده، ما انت بتقولي العنوان هو الفكره الرئيسيه.
فانا بقول لك لا لا، في فرق ما بين العنوان والفكره الرئيسيه. يا مستر حضرتك عطفنا الريزن بس اللي نجروها، كان في بالخط العريض عنوان او يا كده بنتي ما هو ممكن. عنوان، ما هو عنوان، ما هو عنوان اسمه استخرج الفكره الرئيسيه، ده عنوان. ما انا برضو، انت برضو ليه مسنطره دماغك ان انا بقول لك في فرق ما بين العنوان، العنوان والفكره الرئيسيه. اقول تاني، تمام. اقول تاني بس عشان دي انت مش عارف انت ازاي متغافل عنها رغم ان انا قراتها مرتين. انت دلوقتي عماد بيتكلم في التليفون، فانت سمعت عماد بيقول امامه، هل امامه دي الفكره الرئيسيه ولا ده الموضوع؟ لا ده ايه؟ الاسم. الاسم، يعني اسم الموضوع، تمام؟ طب هل انت عارفه هو بيتكلم عن ايه؟ عن امامه؟ لا اللي هو بقى بيتكلم عنه عن امامه ده بقى اللي احنا عايزين نعرفه، ده الفكره الرئيسيه بقى. ففي فرق ما بين اسم الموضوع والفكره. اوكي تمام. ايوان وليد، طب هناء، انا ممكن اقول اللي هي information the author wanna you to know، لان لو قلت focus ان هو يركز في القطعة او topic sentence، لا هي الاشم اللي هي information. information ايه؟ is the author wanna you to know، الكاتب عايزنا نعرفها. والله انت قربتي، هي ماتش في النطاق، بطلان. هي في النطاق ده. طيب الاء، أيوة مستر، ايوه صح، أنا رأيي ثانية واحدة، هو أنا هي صعبة شوية بس هي دي اللي في دماغي يعني. تمام. ايوه أنا اخترتها بتاع ده a strategy for building a strong focal point، strong what؟ a strategy for building a strong focal point Fossil point, what do you mean؟ يعني موضوع محوري قوي. والله قريب. طيب عشان الوقت خلاص، احنا قرأنا القطع وكلكم قرأوا وخد فكرة عنها. بص بقى، مستر انا ما قلتش، انا كنت بقول how to choose the author's main idea. ده ما هو ده الاسم الموضوع، مش ده الفكرة الرئيسية. في فرق ما بين اسم الموضوع والفكرة الرئيسية. ركزوا بقى في اللي انا هقول عليها دي، في مثلا ممكن الفقرة دي تبقى concept of the paragraph، ممكن تبقى ايه؟ concept of the paragraph، دليل الباراجراف. هو انت الاقرب، بس في كلمه تانية لازم نحورها. المهم قال لي نوت بقى، let us try this topic finding strategy. خلينا نجرب في الموضوع استراتيجيه ان احنا نلاقي الفكره. اقرا الفيرست باراجراف اون ذيس بيج، في الصفحه دي، الباراجراف الاول اللي تحت العنوان grasping the main idea، اللي هو اول باراجراف فوق. هنرجع له يعني. Ask yourself the question, what is this paragraph about? هو عن ايه؟ To answer, say to yourself in your mind, قول لنفسك في دماغك كده, the author keeps talking about paragraphs, بيتكلم عن الباراجرافز، عن الطريقة اللي بيتم تنظيمها. This must be the topic, أكيد ده الموضوع. Paragraph organization, اللي هو تنظيم الموضوع. ده دور. ثانية واحدة. تنظيم الموضوع. طيب اقرأ الفقرة الثانية واسأل نفسك هو الموضوع عن ايه؟ طب انت ما قلتش لنفسك كده ان الموضوع عبارة عن الطرق المختلفة ان انا انظم؟ طب خلينا نرجع للفقرة الأولى بس. يعني الفقرة الأولى بيقول ان الكاتب بيتكلم عن الباراجرافز والطرق اللي بتتصمم بيها. فين الفقره الاولى؟ نطلع على الفقره الاولى. او الباراجراف مجموعه من الجمل، حلو، تنظيمها. وكل فقره ليها فكره رئيسيه، والفكره الرئيسيه دي اهم معلومه الكاتب عايزنا نعرفها. يبقى اذا الفقره دي بتعبر عن تصميم الموضوع، ان الباراجراف جمل متعلقه ببعض، ده تصميم وتنظيم. وكل فقره رئيسيه، وكل فقره لها فكره رئيسيه، حلو.
طب الفقرة التانية أهو قال لي إن الكاتب بيقول فيها إن الكاتب بينظم أفكار أو الكاتب بينظم الفكرة الرئيسية للموضوع والأفكار الداعمة، يبقى ده في تنظيم الموضوع. يبقى الفقرة الأولى اتكلمت لي عن تنظيم وتصميم، الفقرة التانية اتكلمت عن تصميم. أوكي، نرجع تاني للتعليق المهم ده. قال لك بقى في الفقرة الثالثة، بقى في الفقرة الثالثة بيقول لك بقى see if you can find the topic of the paragraph. ازاي؟ write the topic in the margin next to the paragraph. اكتب العنوان في الهامش اللي جنب الباراجراف، وتذكر ان انت getting the main idea of a paragraph is crucial to reading. يعني ايه بقى انك تقرا الفكره الرئيسيه للباراجراف؟ crucial 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 to reading. crucial يا حبايبي معناها ايه؟ معناها متصل، معناها متعلق، معناها حاسم، حاسم للقراءه. فاذا كل اللي الكاتب بيحاول يوصله لي هنا او الفكره الرئيسيه هنا هو organizing the main أو organizing the paragraph to get the main idea. إن أنا بنظم الموضوع للحصول على الفكرة الرئيسية. خلاصة القول في اللي أنا قلته ده، الفكرة الرئيسية يجب أن تكون شاملة. الفكرة الرئيسية يجب أن تشمل جميع جنبات الموضوع، جميع الأفكار الواردة في الموضوع. الفكرة الرئيسية ممكن تستنتجها بشكل مباشر، الفكرة الرئيسية ممكن تيجي بشكل غير مباشر، تكون ضمنية. بأمر الله أنا هبعت لكم الملف الأولاني وهبعت لكم كام قطعة عشان بس نجيب الفكرة الرئيسية بتاعتها. في حاجة غامضة من اللي أنا شرحته؟ ماشي يا مستر. يعني إيه كروشال؟ يعني عصيب أو حاسم، حاسم. أو تمام. في حاجة غامضة؟ طب الحمد لله مفيش حاجة غامضة. أشوفكم على خير المرة اللي جاية، واللي عنده استفسار يأجله لأن عندي محاضرة دلوقتي. أوكي؟ أشوفكم على خير بأمر الله، وذاكروا كويس. يا مستر، هي المحاضرة المرة الجاية الساعة كام؟ أو يوم إيه؟